أنا بصراحة أتوقع واحدة من أجمل مباريات البطولة. في الفريق البحريني فريق ممتع جدا، الفريق القطري مثل ما قال التقرير يعني شارك في أوروبا، شارك في كونكاكا، شارك بكل مكان، وفي حقيقة فريق متطور جدا جدا جدا. يعني أنا برأيي هاي المجموعة هي أقوى مجموعة، المنافسة قوية بيناتهم، يعني الفرق الأربعة صعبة جدا أنه تكون تختلف عن المجموعات الباقية. المجموعات الباقية أكو فريقين كبار، فريقين شوي أصغر، لكن هاي تقريبا نفس المستوى. يعني أقل فريق بيها الفريق العراقي، صور أقل فريق بيها الفريق العراقي، ولهذا أنا أقول فريق البحرين من فرق جيدة جدا، اللي طبعا بالبطولة بالتصفيات الأولى خسروا ويا العراق، وبالتالي العراق تأهل على حساب البحرين يعني، لكن يبقى الفريق البحريني إمكانية كبيرة جدا. لكن بالآونة الأخيرة احنا شفنا يعني قطر المشاركات مالتها الكبيرة جدا، يعني بطولة أوروبا شارك بالذهبية، شاركت كوبا أمريكا، شاركت يعني نتائجها جيدة على مستوى يعني لاعبين على مستوى عالي يعني أمامهم. يعني أنا أصور المباراة هاي راح تصير صعبة على قطر، لكن بالأخير تبقى قطر هي الأحسن. أبو هذه مجموعة كأس خليج مصغرة موجودة، الأربع منتخبات اللي يلتقون دائما، وهذه يمكن الندية الموجودة، لكن الندية الموجودة ما بين البحرين وما بين قطر قوية جدا. صحيح. وهذه معروفة تماما، ويمكن ذكر في التقرير عدة أشخاص ذكروا أن من 17 سنة قطر ما فازت على البحرين. المنتخبين صعبين جدا، مباراة صعبة مصطفى، وايد بتكون صعبة على الفريقين. يعني كفني أنا أقول 50-50، لكن في شيء أميل للمنتخب القطري هو أنه بيتقام المباراة على أرضه بين جماهيره وافتتاحية، هذه يمكن تعطي نوعا ما أفضلية للمنتخب القطري. بس ممكن تعمل ضغط كمان، ممكن تعمل ضغط، بس يعني كلنا حين تكلمنا عن مشاركات المنتخب القطري في جميع البطولات والتقرير الكل ذكر هذا الموضوع، هذه يمكن اكتسبت الخبرة أنه يعني يتحرر من الضغوط. أنت مع قطر تفوز وأنت بعد قطر تفوز؟ مع قطر أقرب لهذه العوامل. طيب.